شريف ابن الفنانة المصرية الراحلة مها أبو عوف يظهر لأول مرة لن تصدق من هو ابنها النجم المشهور. يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة قصة إنجاب الفنانة مها أبو عوف التي وافتها المنية منذ أيام قليلة، لا سيما إنها تعرضت لمعاناة شديدة من أجل إنجاب طفلة، إذ أن ذلك الحلم ظل يراودها لسنوات عديدة. لم تنجب الفنانة الراحلة مها أبو عوف سوى ولد واحد بعد فقدان الأمل بالحمل والإنجاب ورحلة طويلة مع العلاج، وهو الابن شريف الذي تخرج من كلية الإعلام منذ عدة سنوات، ومن ثم درس الإخراج من أجل الدخول في المجال الفني من بوابة الإخراج. يذكر أن الفنانة الراحلة مها أبو عوف تزوجت 3 مرات، كما أشاد عدد كبير من التعليقات على الشبه الكبير الذي يجمع شريف بخاله الفنان الكبير عزة أبو عوف، خصوصا حينما كان الأخير شابا. وحكت الفنانة الراحلة مها أبو عوف عن قصة إنجابها والتي كانت بصعوبة ولسنوات طويلة، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عقب خبر رحيلها وتشييع جثمان الفنانة مها أبو عوف إلى مسواها الأخير بمقابر الأسرة، حيث بدأ الجمهور في نشر فيديوهات ولقاءات الراحلة للتذكير بأهم مراحل حياتها في يوم وفاتها عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. وكشفت الفنانة مها أبو عوف في إحدى اللقاءات إنها لم تحمل من زواجها الأول ولا السنوات الأولى من زوجها الثانية، وأنفقت أموال طائلة وسافرت الكثير من الدول الأوروبية لإجراء الفحوصات والتحاليل لمعرفة سبب عدم الحمل، حيث كان حلمها الكبير هو الإنجاب. إلا أن كل طبيب يفحص حالتها كان يؤكد لي إنه من المستحيل الإنجاب. وقالت الفنانة الراحلة مها أبو عوف في إحدى المرات: تمهلت وتوقفت عن حلم الإنجاب، وقلت لنفسي ربنا لو عاوزني أحمل هيعمل كده وهو قادر على كل شيء. فوجئت ذات مرة أن الطبيب يخبر شقيقي عزة أبو عوف بأنني حامل، وكان يشعر بحالة من الذهول إنذاك. وقالت الفنانة مها أبو عوف كواليس الحوار الذي دار بين الطبيب وشقيقها عزة أبو عوف قائلة: الدكتور قال له أختك مستحيل كانت تبقى حامل وفقا لكل اللي درسناه في الطب، بس حالتها دي هتخليني عمري ما أقول لوحدة إنك مش هتحملي. لافتة إلى إنها أنجبت ابنها شريف من زواجها الثانية، وأكدت الفنانة الراحلة إلى مخاوف الفريق الطبي خلال عملية الوضع من حدوث أي آثار سلبية، خاصة وأن حالتها لم تسمح بالإنجاب، قائلة: الدكاترة خافوا يولدوني طبيعي، وعملت عملية خوف من أي حاجة تحصل للمولود في الوقت ده. مؤكدة أن الطبيب منح لابنها شريف شهادة مدون عليها سبيشيال بيبي كونه عاجز عن معرفة أسباب حملها رغم حالتها. ونشر الجمهور العربي قصة إنجاب الفنانة الراحلة مها أبو عوف عقب رحيلها على الفور، حيث كانت بمثابة قصة أمل بعد معاناة لسنوات طويلة وجبر خاطر، حيث إنجاب طفل بعد قرارات الأطباء بأن الحمل مستحيل، حيث احتوت القصة على تأملات كثيرة وكأنها من المستحيلات كما أبلغها الأطباء، إلا إنها تشبثت بالإيمان ولم تفقد الأمل قط.
فقط، وقبل وفاتها بأيام وتحديدا ببداية العام الميلادي الجديد، كتبت الفنانة مها أبو عوف عبر حسابها بموقع فيسبوك يوم 29 ديسمبر الماضي: عبارة دعوة وأمنية في العام الميلادي الجديد 2022. وكتبت الفنانة قائلة: باقي على سنة جديدة أيام بسيطة جدا، كل سنة وكل الناس الغاليين على قلبي طيبين وبخير، ويا رب ندخل السنة الجديدة وكلنا مجبورين الخاطر. وأكدت مصادر مقربة من أسرة الفنانة إنها نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد تمكن من جسدها نظرا لعلاجها طيلة الأشهر الماضية من مرض السرطان الذي اكتشفت إصابتها به، حيث كان برفقتها شقيقتها مرفت ومنى ومنال وأزواجهن ونجلها شريف خلال الساعات الأخيرة داخل المستشفى. قصة إنجاب الفنانة الراحلة مها أبو عوف تصدرت اهتمامات الجمهور في إحدى الفترات لما تحويه من تأملات كثيرة، وكأنها من المستحيلات والمعجزات كما أبلغها الأطباء عندما كانت في ريعان شبابها وتبحث عن أي وسيلة للإنجاب، إلا إنها تشبثت بالإيمان ولم تفقد الأمل قط، وذلك بحسب تصريحاتها في حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي. وروت الفنانة الراحلة مها أبو عوف كما ذكرنا في السابق قصة الإنجاب إذ قالت: أنفقت أموال طائلة وسافرت دول كثيرة لإجراء الفحوصات والتحاليل لكي أحقق حلم الإنجاب، إلا أن كل طبيب يفحص حالتي كان يؤكد لي إنه من المستحيل والإعجاز الإنجاب. رحم الله الراحلة الفنانة المصرية القديرة مها أبو عوف وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان: إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله.